أزمات كثيرة عصفت بالتعليم الجامعي الخاص في السعودية، خاصة فيما يتعلق بكليات التخصصات الطبية. فبعد أن أغلقت بعض هذه الكليات أبوابها جراء ضعف الإقبال عليها بعد تقليص القبول على برامج المنح الداخلية العام الماضي، وقيام وزارة التعليم بإغلاق إحدى الكليات بسبب تدني جودة التعليم فيها وعدم كفاءة مختبراتها، بدأ ذلك القطاع يواجه أزمة ثقة في مخرجاته، ما جعل هيئة التخصصات الصحية تفرض اختبارا على خريجيه لتقييم مزاولتهم للمهنة دون غيرهم من خريجي الجامعات الحكومية. إلا أن رؤية السعودية عام 2030 وما حملته من توجه إلى التوسع في خصخصة التعليم فتح أمام الملأ، بل أمام المستثمرين في هذا القطاع والطلاب الراغبين في الدراسة في تلك التخصصات الطبية، ليشهد الأسبوع الماضي إشارة بدء إنشاء أول جامعة أهلية بتخصصات طبية ومستشفى جامعي تحمل اسم جامعة مكة، ذلك بحضور أمير منطقة مكة المكرمة. وستتضمن الجامعة كليات للطب والعلوم الطبية والتمريض وتستوعب أكثر من 1000 طالب وطالبة، كما يتضمن المشروع مستشفى جامعيا يستوعب مئات المرضى ويضم أقساما طبية عدة وعيادات خارجية بأسعار رمزية. ومن المقرر أن يستغرق البناء عاما واحدا على أن يبدأ قبول الطلبة اعتبارا من العام المقبل. للحديث حول هذا الملف معي هنا في الاستوديو مساعد رئيس غرفة الأخبار في صحيفة الحياة اللندنية سيد أحمد المسند، وأيضا الكاتب والصحفي سيد نايف الحربي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد نايف، يبدو أن هناك أزمة ثقة فيما بين الجامعات الطبية أو التخصصات الطبية الأهلية ومخرجات هذه الجامعات. نعم بكل تأكيد، يعني المتتبع أصلا للكليات الصحية هي عبارة عن معاهد سابقة، عندما أتى التنظيم الأخير تحولت إلى كليات. نعرف عندنا تقريبا أكثر من 32 جامعة، تقريبا 8 جامعات أهلية. طبعا مخرجات التعليم فيها ضعيفة جدا، هيئة التخصص الصحية تشتكي، يعني العام الماضي أو أقل من سنة كان في اختبار لأخصائي التمريض، يعني نسبة النجاح ضئيلة جدا، يعني تقريبا لم يتجاوز هذا الامتحان إلا 18%، يعني لا يتجاوز 20% من عدد يعني من تقدموا. يمكن أكثر من 300 خريج تقدموا للاختبار، إذا هناك مخرجات ضعيفة. إذا وهذا بكل تأكيد ينعكس على المستشفيات، إذا صار لدينا يعني خريجين سواء في التمريض أو في الأسنان أو في الطب أو في الأشعة وغيرها من التخصصات الطبية، ونجد في النهاية هناك تدني في مستوى الدراسة، هناك عدم ثقة حقيقة في القطاع الخاص التعليمي. هناك للأسف عدد كبير جدا من المتخرجين، الفترة الماضية خرج أكثر من 50,000 ما بين ممرضين وتخصصات فنية أخرى، وللأسف استقبلتهم المستشفيات والآن هم موجودين يعملون في القطاع، وجزء منهم لم يتم تعيينه، هؤلاء نسبتهم ضعيفة جدا. اليوم عندنا 2000 طبيب أسنان متخرجين من القطاع الخاص لم يوجد لهم أي توظيف، وجزء منهم كبير أخفق حتى في اختبار هيئة التخصصات الصحية. هيئة التخصصات الصحية بكل تأكيد هي تبحث عن المستوى، تصور يعني نسبة النجاح تقريبا أو درجة النجاح من 50، الغالب لم يتجاوز درجة الاختبار 30. طيب نعم. طيب إن سمحت لي سيد أحمد، هذا القرار الذي صدر بوجوب تطبيق اختبار على خريجي الكليات أو المعاهد الصحية سابقا الأهلية، لماذا لم يطبق أيضا على الجامعات الحكومية الطبية؟ أنا أعتقد أنه من حق أيضا وارد أنه يطبق مستقبلا، في النهاية الحرص على تطوير مسألة الرعاية الصحية أمر مهم جدا لأي مجتمع معين، في نهاية الرعاية الصحية هي جزء من ركائز تقدم أي مجتمع، فكونها طبقت على الجامعات وطبقت على هذا ليس بالضرورة أنها الجامعات بمنأى أو أنها تستثنى من هذا الأمر، وارد أنها تطبق في المستقبل القريب. أعتقد أن هذه الأمور كلها في النهاية في ملعب مجلس الصحي، المجلس الصحي السعودي هو مطالب ب يعني إعادة النظر في مسألة المخرجات وش سبب تدنيها. في النهاية المجتمع أقل حقوق أنه يطالب بصحة أو برعاية صحية عالية، فضلا عن الأمور الركائز الأساسية اللي هي التعليم والصحة والسكن. فوين يندرج ضمن يعني ركائز مهمة لأي مجتمع أو
هي تعتبر هذه النقاط من أقل أو من النقاط المهمة لكل مواطن يطالب فيها، تعليم جيد، صحة جيدة، سكن جيد. طيب ألا ترى بأنه هذا يعني من قبل الجهات المعنية بشكل عام هي مسؤولية أكثر من جهة، هو اعتراف صريح من أنه الجامعات الأهلية الطبية الغرض منها مادي فقط؟ هو مسألة الجانب المادي، يعني أعتقد هذا الأمر لا يقتصر على الجانب أو على الكليات الصحية فقط، حتى قد يعني ينطبق هذا الكلام على الجامعات الأخرى الأهلية، ولكن الجانب المالي أمر مطالب، في النهاية هم لم يفتحوا الجامعات، ما اختلفنا لكن لا يغلب بالضبط، لا يكون على حساب صحة الناس، لا يكون على حساب مخرجات متدنية، في النهاية مسألة صحة الإنسان، صحة الإنسان أمر مقدس وحياته كذلك، فضلا عن أنه جزء من الرؤية المستقبلية للسعودية في مسألة 2030 أنه عمر الإنسان السعودي الآن حسب ما طرح أنه يصل عمره إلى 74 يصل إلى 80، هذا أمر متطلب، يتطلب عناية صحية متقدمة، فإذا لم يكن هناك مناهج صارمة، إذا لم يكن هناك مناهج معتمدة أكاديمية من هيئات معتمدة، في النهاية أنت لن تحقق الرؤية، وربما أيضا يكون هناك رد فعل سلبي من المجتمع. نعم. طيب سيدنا نايف، الآن لماذا تأتي هذه الجهات المشرعة وهذه الجهات الحكومية إلى هؤلاء الطلاب، إلى المخرجات، لماذا لا تأتي إلى العلة أساسا، إلى هذه الجامعات وتفرض عليها أنظمة صارمة ورقابة صارمة لكي تكون المخرجات سليمة وجاهزة للعمل بشكل مباشر؟ نعم، هذه للأسف الشديد احنا نتكلم عن الكم والكيف، احنا الآن دائما نتحدث كم عدد عندنا طلاب، كم عدد عندنا معلمين، كم عدد مباني، نتحدث دائما عن الأرقام ولكن لا نتحدث دائما عن المخرجات. التعليم عندنا بكل تأكيد لو بحثنا الآن عن التعليم العام من أولى ابتدائي إلى حتى نهاية الثانوي، التعليم ضعيف، مخرجات التعليم من 10 سنوات أو 15 سنة أنا أعتقد يعني كثير، يمكن حتى مجلس الشورى ناقشها أكثر من مرة، الأكاديميين تحدثوا عنها، فعلا عندنا أخفاق في عملية التعليم. صحيح عندنا 34,000 مدرسة، صحيح عندنا أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة، صحيح عندنا في التعليم الجامعي عندنا تقريبا 906,000 طالب يدرسون في الجامعات، تخرج الجامعات سنويا عندنا تقريبا 130,000 طالب، وكيف سوق العمل؟ حتى سوق العمل مخرجات التعليم لا تتوافق مع سوق العمل. نعم. كذلك عندما نذهب للمجال الصحي عندنا أكثر من 272 مستشفى، هذه تابعة لوزارة الصحة، فما بالك في القطاع الخاص، ما بالك بالقطاع وزارة الدفاع، الحرس الوطني، قوى الأمن، كل هذه المستشفيات نسبة السعودة ضئيلة جدا فيها، ولكن عندما تبحث عن خريجي جامعاتنا، خريجي كلياتنا، للأسف المستوى متدني جدا. بالأمس خرجنا معلمين يمكن عندنا أكثر من 500,000 معلم، للأسف مستوياتهم متدنية جدا، حتى أصبح فيما بعد انعكس على الطالب. إذن حتى المستشفيات اليوم عندما نقوم بالتعيين، وللأسف احنا دائما نغلب الجانب الإنساني والعاطفي، فجعلنا للأسف نضع الوظيفة ضمان اجتماعي، الوظيفة ليست ضمان اجتماعي، الوظيفة لابد أن تكون لديك مخرجات جيدة، لابد أن لديك مستوى تعليمي جيد، وليست أي وظيفة، وظيفة مهنة الطب. نعم، مهنة الطب. أنا كنت حضرت أحد المرات كان لقاء بين وزير الصحة وعدد من الطلاب اللي تخرجوا من الجامعات ومن الكليات والمعاهد صحية، فكان سؤال الوزير يعني كان يسأل يقول هل ترضى أن يطبب أمك أو أخوك أو أختك أو مريضك شخص مستواه التعليمي ضعيف جدا؟ المستويات التعليمية الآن الموجودة في المستشفيات للأسف مستوى متدني في جميع التخصصات، وانت تعرف ترى 80% من العاملين في القطاع الصحي هم الفئات الفنية، ترى عدد الأطباء وعدد الصيادلة وعدد الموجودين عددهم أقل، لكن عندما نبحث عن عدد التمريض يساوي تقريبا 60% عدد من يعملون في الأقسام. لكن أنا دائما أقول يعني لابد أن نركز على الجانب يعني التعليمي لجانب المخرجات. اليوم نتحدث عن نسبة كبيرة منهم لم يتجاوزوا الهيئة، ومطالبات كثيرة على فكرة الآن، يمكن لاحظنا تجمعات عند وزارة الصحة وعند وزارة الخدمة المدنية، كلهم يطالبون في التعيين وكل يبحث يعني عن الوظيفة. وزارة الدولة توظف تقريبا الآن 70% من خريج الجامعات، تقريبا يتخرج 130,000، يدخل سوق العمل تقريبا 200,000، لكن عندما نذهب إلى هذه المستشفيات ونجد نسبة كبيرة جدا من العاملين في التمريض أو عاملين في الحقل الصحي مستواهم متدني، إذن هناك أخطاء طبية، ارتفع عدد الأخطاء الطبية خلال 4 سنوات أو 5 سنوات بنسبة مضاعفة. وش السبب؟
أنا أعتقد أن السبب أن الطبيب غير مؤهل، الفني غير مؤهل، الأخصائي غير مؤهل. للأسف المستشفيات اليوم أصبحت تأخذ يعني كمية كبيرة باسم من والله هذا ابن الوطن ولابد من تعيين ولابد من توظيفه. صحيح التوظيف مطلوب، صحيح أن أي شخص لا يمكن أن يوظف إلا أن يحصل على رخصة يعني مزاولة مهنية من الجهة، ولكن يعطى فرص. تصور الآن يعطى ثلاث فرص الآن، نعم. الاختبار الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يعطى دورة ثم يعطى دورة ومع ذلك لا يجتاز. طيب. هذا الاختبار في نقطة مهمة، أنا يعني أعتقد الفترة الحالية أيضا لا نريد أن نكون سلبيين بشكل كبير. مستقبل الأيام، في السابق كان مسألة ترمى بين وزارة التعليم العالي وبين وزارة التعليم على اعتبار أنه أنتم تطلعون مخرجات غير جيدة، وفي النهاية ترمى أيضا المسألة التعليمية أنه هؤلاء مخرجاتكم الجامعة. حاليا أعتقد كونها أصبحت يعني وزارة واحدة ربما أنها تسهم في معالجة هذا الأمر. ما نتمنى أنه يكون المعايير التي تطبق في الجامعات الحكومية في النهاية أيضا، لا نريد أن نظلم خريج القطاعات الصحية من القطاعات الحكومية. نحن نعرف أن هناك معايير عالية، هناك تنافس شرس في الدخول للجامعات الطبية، دليل أنه هناك معايير ليست سهلة والقبول فيها أيضا ليس سهل. الحكومية لا يمنع أن تطبق هذه المعايير الحكومية على القطاعات الخاصة. لا يعني يتفهم أن القطاع الخاص سيكون أكثر مرونة، لأنه في النهاية هذا بمقابل حد أدنى، هناك حد أدنى يضمن صحة الإنسان. هذا يعني في النهاية في كرة وزارة الصحة وأيضا في مجلس الصحي السعودي. نعم سيد نايف، الآن طيب يعني لا يمكن أيضا إغفال من أنه هذه الجامعات وهذه الكليات الأهلية في بعض المدن وفي بعض الأطراف أفضل بكثير من الجامعات الحكومية. البعض منها عندك الآن تقريبا هي 8 جامعات، 5 جامعات مهددة بالإيقاف، وعندنا تقريبا 450 تخصص او كليه موجوده في هذه الجامعات. للاسف على فكره احنا ترى على فكره يمكن 50% او 60% من جامعاتنا تخرج دراسات اسلاميه وعلوم انسانيه واداره، يعني حتى الجانب الطبي ترى لا يتخرج، يعني يمكن نسبه ما تقبلها الجامعات ال 32 جامعه ما يصل 6% من خريج الجامعات بشكل عام. لكن للأسف من بعض المناطق، يمكن زي ما ذكرت المناطق الطرفية حرمت في فترة طويلة من الجامعات، وخاصة فيما يتعلق في الكليات المتخصصة، كليات الطب، كليات الهندسة، الكليات التي بالفعل الطالب المتفوق أو الذي يطلب أن يدخل مثل هذه التخصصات، لكن وجدوا اليوم ضالتهم في الأهلي. وبالأسف الأبناء المترفين أو أبناء الطبقة المترفة أو نسميهم الطبقة المخملية، أبناءهم اليوم اللي يدخلون الجامعات لأن باستطاعتهم أن يدفعوا مبالغ، حتى وأي مبلغ وصل يدفع للطالب المبلغ ويتخرج هذا الطالب بمخرجات ضعيفة. وللأسف هناك طلاب مستوياتهم عالية جدا من أبناء الطبقة المتوسطة لا يستطيع الدخول لهذه الجامعات. كما ذكر زميلي قبل قليل هناك بالفعل مصدات كبيرة وهناك معايير عالية جدا في الجامعات الحكومية. تقريبا عندنا أكثر من يمكن 24 أو تقريبا يمكن 24 جامعة حكومية لديها يعني أنظمة. لكن أنا أتمنى دائما أن يكون التعليم الأهلي والتعليم الحكومي كلها مستواها واحد، حتى يعني نخرج من مشكلة المستوى، تفاوت المستوى الخريج. اليوم خريج الحكومي أفضل من خريج الأهلي. حتى القطاع الآن عندنا 600,000 طالب يدرسون في المدارس الأهلية في التعليم العام، مستوياتهم يعني نسبة كبيرة منها متدنية. نجد يمكن نسبة كما يقال يمكن حتى ما موجود مستشفياتنا. احنا نتحدث دائما على الأنظمة وعن اللوائح، ولكن للأسف أغلب مستشفياتنا حتى الخاصة الجانب يعني يعززون جانب الفندقة والاهتمام أكثر من جانب الجانب الطبي أو المخرجات الطبية. نعم. طيب دعنا نتحدث عن هذا يعني الأمر بافتتاح أول جامعة أهلية طبية متخصصة في مكة المكرمة بهذا الحجم وهذه الضخامة، وأيضا مستشفى يضم أكثر من 200 سرير. ألا يوحي بأن هناك الآن منحة آخر من قبل الجهات المعنية مع المستثمرين بهذا القطاع؟ هو أمر مبشر بخير. أعتقد أن الرهان حاليا على مسألة ربما الاختبارات الشاملة هي رسالة طمأنة للناس أنه في النهاية خريجي الكليات أو الجامعات الأهلية سيكون أيضا على مستوى عالي من الكفاءة. هذا أيضا مهم، يعني أنه يكون هناك اختبار شامل كما هو معمول فيه في أي جامعات محترمة. أيضا مسألة الرخص، هذه الأمر يعني كان في أيضا مسألة رخص تقدم للخريجين أنهم على مستوى عالي من الكفاءة، وأيضا مسألة الاختبار الشامل. في النهاية أنت ستعطي رسالة للمواطن البسيط غير المتخصص، في النهاية لسنا أطباء، لكن لا يمكن أن نغامر بصحتنا أو صحة ذوينا في عند أشخاص غير متخصصين أو على مستوى مثلا ليسوا على مستوى عالي من الاحترافية في الجانب الطبي. التوسع فيها أمر مهم، في النهاية كثير أشخاص
طلاب أو طالبات يرغبون بإكمال دراساتهم، المقاعد الحكومية محدودة، التخصصات أيضا ربما لا تكون متاحة، في النهاية القطاع الخاص هو مكمل للقطاع الحكومي. وجود مثل هذه الجامعات أمر مبشر بخير، أتمنى أن تكون هناك يعني دقة ومتابعة عليهم. وأنا أعتقد في النهاية هم يعني يقينا أنهم لم يتم افتتاح جامعة إلا بعد توفير كثير من الشروط، لكن المسألة في مسألة دقة يعني الرهان على دقة تطبيق هذه المعايير. هناك يعني كل جامعة تضع معاييرها. قرار قبل يمكن أشهر بسيطة بإيقاف افتتاح أي كليات أو جامعات أهلية إلا بعد الدراسة طبية، ولا جميع جامعات وقفت يمكن خلال الفترة الماضية صدر قرار بإيقاف يعني افتتاح أو أقصد يعني إعطاء تراخيص لإنشاء جامعات أو كليات، لأنه وجدوا بالفعل أن، لكن أعتقد جامعة مكة يمكن لها اعتبار معين وقد يعني يمكن وصلوا دراسات معينة فيها، وأعتقد أن يمكن قبل قليل يمكن أكثر من 1000 طالب تقبل في السنة، هناك مستشفى أكثر من 200 سرير إلى 400 سرير، لكن إحنا بالفعل في أزمة. اليوم الجامعات تقبل عندنا تقريبا 330,000 طالب، لكن كيف يتم تعيينهم أو كيف الخريجين؟ في النهاية أنت تخرج عندك بالسنوي 130 طالب، 130,000، يعني سوق العمل لا يستوعب. وزارة الصحة الآن توظف تقريبا يمكن كيف الآن لا يستوعب سوق العمل، والآن الآن يعني دعنا نأخذ مهنة الطب على سبيل المثال، في كل مستشفيات المملكة حكومية أو أهلية تجد الطبيب أو الممرض الغير سعودي الغير مواطن يعني متواجد، كيف سوق العمل لا يجد؟ أنا أعتقد لا يجد يعني لا يجد فرصة عمل. نعم هذا الخليج. نعم عندما نتحدث عن التعيين والتعيين كما ذكرت لك قبل قليل يعني مستواهم ضعيف جدا، يعني أغلب المستشفيات والبعض منهم يعني لا يرغب في العمل بالقطاع الخاص. راتب الطبيب في القطاع الحكومي أعلى من راتبه، خاصة لما تتحدث عن الطب في البداية يكون طبيب مقيم ثم أخصائي ثم استشاري، هناك برامج زمالة يعني يحتاج له إلى 15 سنة حتى يحصل على أن يصل إلى طبيب استشاري. المستشفيات الخاصة تريد طلاب أو تريد يعني أطباء يعني قد أكملوا الزمالة ووصلوا إلى التخصصات الدقيقة، لكن غالبا مستشفياتنا الحكومية ومستشفياتنا الخاصة، أنا ذكرت لك قبل قليل المستشفيات الحكومية تقريبا توظف 250,000 من عدد يعني الخريجين القطاع الصحي، لكن مع ذلك القطاع الخاص يمكن تفاعل القطاع الخاص بالسعودة وغيره أقل بكثير، وكذلك نظرتهم إلى الخريج السعودي مستوى عدم وجود رخصة، كذلك عدم قبوله يعني. نعم هذه مهنة الطب ما يمكن تتلاعب ولا وللأسف ولا حتى نعم النظرة الرهان أي الرهان فعليا مسألة الطب على جودة الشخص ومدى كفاءته. مسألة السعودة من عدمها أنا أتفهم لما يكون هناك شخصين على مستوى واحد من الكفاءة، أو ربما بعض المهن التي لا تطلب مستوى عالي من الكفاءة أو يقدم فيها الأجنبي، هذا أمر غير مقبول لأن اعتبار المواطن هو أولى بها، ولكن أشخاص استشاريين في النهاية هو مرحب في كل القطاع، حتى أصحاب المستشفيات في النهاية هم يبغون أشخاص متخصصين لن يجاملوا على حساب البزنس الخاص فيهم. لكن مستقبلا أنا أعتقد حتى مع كمية الافتتاح أو افتتاح جامعات نحن نتمنى أن يكون هناك أيضا توسع في مسألة المستشفيات، أيضا توسع في توفير المتخصصين في بعض التخصصات النادرة، أو يعني لنضرب مثال في الجوانب النفسية ترى هناك شح على مستوى، لنضرب مثال على مستوى مدينة الرياض ليس هناك حاجة أو ليس هناك مستشفيات. برامج الزمالة برامج الزمالة لا تخرج إلا 4 أو 5 أطباء. نعم في برنامج كامل. نعم هي الأمنية أن يعالج المسؤول في المستشفيات الداخلية. شكرا لكم ضيوفي الكرام السيد نايف الحرب الكاتب والصحفي، وأيضا شكر يمتد إلى سيد أحمد المسيند مساعد رئيس غرفة الأخبار في صحيفة حياتنا، فشكرا لكم. شكرا. إذن نهاية جولتنا اليوم، موعدنا يتجدد الأحد المقبل في 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.